بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي كلكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. معاكم ساره سيد، قناه سمو عالم تفصيل في خياطه. النهارده ان شاء الله هنعمل الموديل الثالث من البلوزه الطبقات. عملنا موديلين قبل كده، هحط لكم اللينكات بتاعتهم تحت في صندوق الوصف وهتلاقوهم في شاشه النهايه بتاع نفس الفيديو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي. اول حاجه بنجيب قماشه مربعه طولها متر وربع في متر وربع تقريبا، وبعدين نتنيها كده بالطريقة دي، بطريقة المثلث زي كأننا بنتني الأشرب، نتنيها على هيئة مثلث، وبعدين نفس المثلث نتنيه لمثلثين. المقاس اللي احنا هنعمله النهاردة مناسب لعمر طفلة من 10 ل 12 سنة. دوران الصدر تقريبا حوالي 90 سنتي. بنمسك المزورة كده ونقيس عليها دوران الصدر ونقسمها على 4 ارباع ونحطها بالويم كده على القماش بحيث نحدد المكان اللي تقريبا هنرسم عنده الدوران بتاعنا. نبتدي نرسم الدوران كده عند المكان اللي احنا حددناه بالمزورة. بالطريقة دي ناخد مسافات متساوية على شكل ربع دايرة كده عند المكان دوت، ونبتدي نرسم دوران كده على مسافات متساوية من المركز. بعد كده نبتدي نحدد طول البلوزة بعد الدوران دوت بالطريقة اللي انت شايفينها. البلوزة عندنا من غير الحمالات 42 سنتي، وبالحمالات 55 سنتي. وبعدين بعد ما حددنا طول البلوزة نيجي تاني من المركز ونقيس بقى الطول الكلي. بعد اما حددنا طول البلوزة بالطريقة دي نعمل دوران تاني بالطريقة دي. الهدف ان الدورانين يبقى المسافات بينهم متساوية. نقص بقى كده دوت، دي تقريبا الشكل العام للبلوزة بالطريقة دي كده. اللي احنا قصيناه دوت كورنيشين من الكرانيش بتوع البلوزة، هنقسمهم دلوقتي. البلوزة 3 كرانيش، كل واحد تقريبا حوالي 14 سنتي. اهو نقيس بقى طول البلوزة كامل ونقسمه على 3 ونقص الكورنيش التالت بالطريقة دي كده. حددنا مكانه فين، قلنا 14 سنتي تقريبا. نرجع تاني نرسم دوران من فوق. الهدف يا جماعة ان احنا نجيب الدوران من فوق ان المسافة تكون متساوية. الكورنيش طلع طوله 14 سنتي بالطريقة دي كده. عرفنا حددناه ازاي، قسمنا طول البلوزة على 3 وحددنا مكان الكورنيش ورسمنا دوران عند المكان دوت. ادي كده عندنا ده الكورنيش اللي في النص اهو، هيبقى بعرض كورنيشين، وادي الكورنيش التالت اللي هيبقى تحت. هيفضل بقى عندنا الكورنيش الاولاني خالص اللي فوق، الطبقة اللي فوق هنقصها بالطريقة دي. يعني ناخد زوايا القماش اللي فضلت معانا من القص ونحطها على بعضها كده. دي زوايا القماش هنقصها برضو بالورب كده. الطريقة دي عشان نستغل القماش كله. هنحدد تاني ربع طول، ربع عرض الصدر، وناخده على زي ما انتم شايفين كده على اللي هي زوايا القماش ديت، وهو الدوران مقصوص فعلا من قبل كده يعني. اهو نقص على الدوران دوت ونبتدي نحدد برضو نفس الدوران عند المكان اللي احنا حددنا عنده ربع محيط الستر ونقص كده. ادي الكورنيش التالت، بس هو اضطرينا نقصه على 4 ارباع كده، بس في الاخر هو يكون لنا دايرة كاملة. الدايرة دي محيطها بيساوي محيط الصدر كامل بتاع الطفل. ادي هي الدايرة عبارة عن نصين قدام ونصين ورا. ادي كده الثلاث طبقات بتوع الكرانيش عندنا، الطبقة اللي تحت خالص اللي احنا قصيناها، والطبقة اللي في النص، والطبقة اللي فوق هتركب على الطبقة اللي في النص. طريقة التوصيل بينهم، هنجيب قماش بطانة يكون مطاط ويكون طوله عرض كورنيشتين، ونحط عليه هنوصلهم بالطريقة دي كده. الكورنيشة التالتة هنركبها في دل البطانة، والكورنيشة الكبيرة هنركبها في البطانة من فوق. وبعدين بعد كده هنبتدي بقى نقص الحمالات. الحمالات هنا انا عملت لها حلية عبارة عن جزء مدور كده ومكشكش من عند الحمالات، يدي للطفل عرض كده من عند الكتف اهو. احدد ده الجزء المدور اللي احنا هنكشكشه، قصنا حددنا النص بتاعه، وبعدين هنقص الحمالات نفسها بقى. هنجيب كده قماش عرض الحمالات بقى يعني ده يرجع لك، وهنقصه مقاس. هنا قلنا الحمالة مقاسها 13 سنتي، يعني لما نجوزها قدام وورا تبقى 26 سنتي.
وبرضو نصصها كده عشان ده المكان اللي هنركب فيه الكورنيشة المدورة اللي احنا قصيناها. نبتدي بقى نجهز البلوزة على التركيب. ادي الكورنيش اللي تحت هيركب بالطريقة دي في البطانة، الكورنيش اللي في النص. اول حاجة هنوصل الكورنيشة الاربع اجزاء بتاع الكرانيش اللي فوق ونسرفل كل الاطراف بتاع الكرانيش، يعني هنوصل كل الطبقات ببعضها، الجناب ببعضها، ونسرفل كل الكرانيش كده. بنسرفل الدوران بتاع الكم بتاع اللي هنركبه في الحمالة. بعد كده هنوصل اهو الاربع تربع دول ببعض، هنوصلهم كده بالجناب في الاول قبل ما نسرفلهم من الاطراف. اهو كده وصلنا الدايرة كاملة. نبتدي بقى نسرفل على الاطراف من بره بغرزة البرم، لان ده الفينيشنج النهائي، احنا مش هنتني، احنا هنديها شكل غرزة البرم اللي هو قدامكم دوت. عشان ما نتنيش الحاجات ديت الافضل ان هي تتعمل بغرزة البرم. اللي عايز يعرف ازاي عملنا غرزة البرم يرجع للفيديو الاولاني بتاع البلوزة الطبقات الاولاني خالص، اللي هي البلوزة المقلمة، شارحين فيها ازاي نعمل البلوزة غرزة البرم على مكنه السرفله. طب ما عنديش غرزه البرم، اسرفلها بره بس بخيط عادي مش خيط سرفله. طب مش عايزه اعمل ولا ده ولا ده، هسرفلها واتنيها تانيه، تانيه الدورانات اللي هي تانيه سن ابره على خفيف خالص، تانيه صغيره خالص كده. احنا وصلنا كل الثلاث طبقات ببعض، الجناب، ووصلنا الاربع ارباع بتوع الطبقه اللي فوق، وسرفلناهم كلهم من الاطراف. نبتدي بقى نجهز الحمالات. الحمالات لازم تبقى جاهزة قبل ما نبتدي نركب اي حاجة. اهو كده هنكشكش بقى الجزء اللي هو المدور، برضو سرفلناه، الفينيشنج بتاعه عبارة عن سرفلة مش تانية من الاطراف، وكشكشناه بقى على الحمالة كده عشان يدي ايه فوليوم كده ويدي عرض للطفلة. لو بنتي رفيعة اعمل لها الحركة دي. اهو كده كشكشناه عليه، وبعدين نتني الحمالات. عندي يا اما طريقتين، يا اما اتنيها كده من بره، يا اما ادخل الكورنيشه جوه واتني عليها وبعدين اقلب الحماله فالكورنيشه هتطلع لي بره. اتني بالطريقه دي كده طبعا من غير ما ادخل الكورنيشه في الخياطه، يعني تبقى مخبياها كده جوه واخيط، ما تخافيش هتتخيط معاكي وكل حاجه. وبعدين تقلبي الحماله بقى بسن اي حاجه كده، انا قلبها هنا بسن المقص، اي حاجه عندك لها بوس كده اقلبي بيها الحماله. ادي الكورنيشه متخيطه ونضيفه جدا من غير ما تضطري تخيطي عليها من بره ولا اي حاجه. كده الحمالات جهزت، اكوي زي ما اتفقنا قبل كده، كل خطوه اعملها اكويها. اكوي كمان كل الجناب اللي انا خيطتها، واكوي مكان السرفله وكل حاجه. اجهز طبعا وانا بسرفل في غرزة البرم استخدمت خيط مناسب لخيط البلوزة، الوان مناسبة اللي هي الموف واللبني، فطلع معايا الغرزة بالفينيشنج بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده. بعد كده ابتدي بقى هركب، احدد النص والجناب بتاع الكرانيش وبتاع كل اجزاء اللي انا هركبها فيها. اركب النص على النص، ادي الكورنيش اللي تحت اركبه في ديل البطانه، احدد النص على النص والجناب على الجناب بدبابيس كده. الناس اللي مبتدئه ممكن تسرجها في الاول، الزياده اللي في الكورنيش اكشكشها على البطانه، يا اما كشكشها على المكنه على طول بالطريقه بتاعتي دي. انا كده محدده الاربع اماكن بتوع الوصلات اللي انا، فخلاص كده مظبوطه عندي الاماكن على بعضها. اكشكش بقى الزيادات كده، يعني الكورنيشة اكبر من البطانة فاروح مكشكشاها عليها بالطريقة دي كده. اهم حاجة النصين يبقوا على نصين والجنبين يبقوا على الجنبين والباقي اكشكشه. بعد ما كشكشت اسرفل، مهم قوي اسرفل عشان البطانة بتمط معايا، ولا ما سرفلتهاش هبص ليها كرت معاكي وباظت منك يعني. ادي اهو بصي، ادي النتيجه كده. ركبنا الكورنيش الاولاني، الكورنيش اللي فوق اركبه عادي خالص، هلبسه للبطانه من بره، يعني اخلي البطانه البسه كده كاني بلبسه له. اول حاجه احدد النص، اظبط اللي فات ده، ان انا بظبط طول البطانه بحيث ان الكورنيش اللي فوق يغطي الكورنيش اللي تحت. حددت اماكن النص وحددت الجناب، البسه، بصوا بقى البسه له بالطريقه دي كده، يبقى عليه بالطريقه ديت، لان في الاخر احنا هنسجف بالطبقه الثالثه. احط النص على النص، الجناب على الجناب، نصين على نصين اهو يا جماعه، شايفين لابسها ازاي، بحيث اهو اهو اخيط بقى داير ما يدور كده. الطبقه اللي فوق على قد بالظبط البطانه، فمش هضطر اكشكش اي حاجه.
البطانة المفروض بتمط معايا كده. خيطناها، فاضل اركب الطبقة التالتة. البلوزة سهلة قوي في التقفيل، اللي صعب شوية هو القص، التقفيل سهل. او احدد، معلش قبل ما اركب الطبقة التالتة احدد مكان الحمالات، اخد علامة في النص واخد علامتين متساويين على البعد اللي انا عايزاه للحمالات. الحمالات قلنا بنحددها على الطفلة، ناخد كده نشوف عرض صدر، يعني عرض الكتف بتاع بين الكتفين بتاع الطفلة، واخد نصه بالظبط. يعني مثلا لو عرضه مثلا 30 سنتي، يبقى اعملها على بعد 15 سنتي او كده. ركبت الحمالات بالطريقة دي، الحمالات تبقى متركبة بالطريقة دي لجوه كده، عشان لسه هركب الطبقة التالتة. اهو كده ركبت الحمالات، ابتدي بقى ادخل الطبقة التالتة ديت. شايفين هركبها، ده ظهرها، قلبتها على ظهرها، وبعدين البس ادخلها كده جوه البتاع، بحيث بصوا يبقى وشها مواجه للبطانة من جوه. خلاص كده، يعني ده وش القماش مواجه للبطانة من جوه. ادبس برضو الجناب والنص مع النص بالطريقة دي، لو في زيادة ارحلها في الخياطة، يعني اكشكشها كده، خدها كشكشة على بالراحة. بصوا هنسجف بيها الطبقة البطانة بالطريقة دي كده، كده هتسجفها يعني نقلبها على القماش، يبقى الخياطة مدارية خالص كده. خيطت اهو الطبقة التالتة، بصوا اقلبها بقى لبره كده، سجفت بيها الجزء اللي فوق، وادي الحمالة بين الطبقتين اهو وبعضهم اهو بالطريقة دي كده. اخيط بقى، اخد سن ابرة عليها من بره، مش عايزة اخد سن ابرة، يفضل ان انا اخد سن ابرة هنا عشان الفيلونة اللي فوق ما تفضلش تقلب معايا كل شوية، ترجع تخش لجوه، يعني كده افضل. انا اصلا ما بحبش الخياطة من بره تبقى ظاهرة خالص، بس هنا لازم كده، يعني ده الافضل. لا كده خلاص يا جماعة، كده تمام خلصنا. هنكوي بس اخر خياطة ديت، ونكوي البلوزة عموما، نديها كوية كده كمان. قلنا الكوي دوت من اهم الحاجات، يعني بصوا هتشوفوا شكلها بعد ما تخلص والله زي اللي بتشتروها بالظبط. اهي كده خلاص، الكوي ده كأنك شاريها بقى. كده خلاص اهي البلوزة زي ده الشكل النهائي بتاعها. فاضل بقى ان شاء الله الحلقة الجاية اقول لكم ازاي عملت السورتيت والتوكة اللي فوق اللي هما معاها دول، عملتهم من بقية القماش اللي فاض. الدوائر اللي فاضت معايا في الاخر دي عملت منها التوكه، ودوت سورتيت كده سريع يبقى مع البلوزه من نفس القماش. كده الحلقه خلصت، وزي ما قلت لكم هحط لكم لينكات البلوزتين، الطبقات اللي قبل كده الثلاث موديلات، هتلاقوها تحت في صندوق الوصف، وهتلاقوها كمان في شاشه النهايه بتاع الفيديو. وان شاء الله هنعمل مقارنه بين الثلاث بلوزات، وازاي قفلناهم، وايه الفرق بينهم، وليه انا عملت ثلاث بلوزات طبقات. ان شاء الله هنعمل عنها حلقه مخصوص، ايه الفرق بين الثلاث بلوزات، وقفلنا كل واحده ازاي، ويعني هما ثلاث بلوزات طبقات في الشكل شبه بعض اوي، لكن التقفيل مختلف خالص يا جماعه. ان شاء الله نعمل حلقه عنها مخصوص. كده الحلقه بتاعتنا خلصت، اتمنى ان عجبوا الفيديو، يعني لازم يا جماعه اللايك، ولازم الشير، ولازم التعليق الكومنت، ولو حتى اللي يحب القناه تستمر لازم يدعمنا. وكمان ان شاء الله هحط لكم رابط القناه الجديده، هتلاقوه في شاشه النهايه، وهتلاقوه تحت في صندوق الوصف، يا ريت تروحوا تشتركوا فيها، اسمها قناه عالم ساره. متشكره لكم جدا اللي وصل لنهايه الفيديو. كان معكم ساره السعيد، قناه سموها عالم تفصيل في خياطه. اشتركوا في القناه الجديده اسمها عالم ساره، هتلاقوها في شاشه النهايه. متشكره لكم قوي.